السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل مراجعة للاهتزازات والموجات للصف 11 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة. تذكر حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. الإصرار أول خطوات النجاح. 9 كيلوغرام من الزئبق وضعت في أنبوبة زجاجية على شكل حرف يو ذات قطر منتظم، مقداره 1.2 سنتيمتر. فإذا اهتز الزئبق إلى أعلى وإلى أسفل حول وضع اتزانه، احسب ثابت مرونة قوة الزئبق والزمن الدوري لحركة الزئبق، علما بأن كثافة الزئبق تساوي 1.36 في 10^4 كيلو جرام لكل متر مكعب. ثابت المرونة يعطى بالمعادلة التالية: قوة الإرجاع تساوي لسالب كي في إكس، ومنه كي تساوي قوة الإرجاع على سالب إكس. نجي للرسم. الطرف اليسار حينخفض بمقدار إكس، حيرتفع في الطرف اليمين بمقدار 2 إكس، ثم سيعود ينخفض من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين. قوة الإرجاع هنا تساوي وزن عمود الزئبق الذي ارتفاعه 2 إكس، يعني هذا الارتفاع. لذلك قوة الإرجاع تساوي لسالب M في G. الكتلة منجيبها من الكثافة في الحجم، حجم مين؟ حجم الزئبق الموجود على الارتفاع 2 إكس. الحجم عبارة عن مساحة المقطع مضروبة في الارتفاع، مساحة المقطع A والارتفاع 2 إكس. منعوضها بمعادلة ثابت المرونة كي وتساوي لسالب رو في A في 2 إكس في G على 2 إكس. إكس هذه بتروح مع إكس هذه بيضل عنا، والسالب مع السالب ثابت المرونة 2 رو في A في G. منعوض رو هي كثافة الزئبق هذه، A عبارة عن باي في R تربيع، هذه الباي وR تربيع عندك هو أنت أعطاك القطر هنا، قطر هذا قطره، فبنقسم القطر على 2 بيعطينا نصف القطر، إذا ما داخل القوس هو نصف القطر للتربيع. ضرب عجلة الجاذبية 9.81 نيوتن لكل كيلو جرام أو من متر لكل ثانية تربيع. هون لقيت النيوتن لكل كيلو جرام أزبط، فبالحال بتطلع ثابت المرونة 30.12 نيوتن لكل متر. الطلب بقى الزمن الدوري لحركة الزئبق. هي معادلة الزمن الدوري، M عنا إياها 9 كيلو جرام، ثابت المرونة حسبناه في الطلب الأول، إذن بيطلع الزمن الدوري لحركة الزئبق 3.43 ثانية. وفي رعاية الله لا تنسوا تتابعوني على قناة إسعاف إبراهيم.